شو اسمي هذا اللحظة يا شباب؟ افتكيت من ولادي خلاص، الحين ما عاد عندي أولاد، ما عاد عندي أولاد مزعجين، وما عاد عندي ما أدري إيش، خلاص ما عاد عندي أولاد عاقين، الحين أستمتع في حياتي وأعيش حياتي، طلعتوا بالله يعيشون لحالهم، يدمرون الدنيا هناك، الحين ما أدري هم شو قاعدين يسوون، ما أدري يمكن احتلوا أمريكا، ما أدري عنهم، خلاص هم الحين ما هم أولادي، فعشان كذا يا شباب بحاول يا شباب إني أتصرف. واعتمد على نفسي يا شباب، ما اعتمد عليهم واقول له اشحث وجيب لا لا لا، ما كنت امره كذا ابدا، ما كنت اقصي عليه واقول له يروح يشحث ويجيب لي فلوس ابدا، ما كنت اقول له كذا يا شباب. المهم يا شباب، لا ما حنروح يا شباب عشان نتوظف، كفي راح اطبخ في شباب اي مكان. شو شباب بوريكم اني انا اطبخ، والدليل انا الحين راح اروح المطعم واطبخ. شوفوا يا شباب، طبعا هذا المطعم حقي، اللي يتابع حلقاتي القديمة يعرف اني انا هذا المطعم حقي اللي انا خليت اخوي يشتغل فيه، طبعا ما هو قصدي ولدي، ما وليتكم يا شباب اني انا كنت اصلا اخلي ولدي هو اللي يروح يشتغل، وكنت اقعد نايم يا شباب، ما وليتكم، انا ما اقصى على الولد يا شباب. المهم يا شباب، راح تقولي لي كيف اجهز من دحين وما ادري ايش، المفروض عشان يجون الزباين انا اجهز لهم الطلب، صح كلامكم صح، بس انا بطبخ من دحين. زبون شو بدك؟ زبون بيشتري، استنى استنى، فوق تعال فوق تعال، زما زما سوي هاي هاي. طب يا شباب ما زي حركتها يا شباب، اول شي تجيبها بعدين تحطها هنا وتخليها تقعد تطبخ. خليته قاعد تطبخ، ايش هي جالسة ذا؟ شلون؟ أحس بحرارة في جسمي يا شباب، أحس إني حار، أحس بحرارة في جسمي، ليه جالسة؟ رن، لا هذا حريقة صح؟ حريقة، طفو طفو بسرعة، يا ولد ينفع، ما ينفع، الطفاية، ما في غير الطفاية. نحن اللي راح ننقذ الناس من هذه الحريقة، أنا أصلا ما سويتها يا شباب، مستحيل أحرق الدنيا يا شباب. أوكي يا شباب، عشان أنتوا خامات في رزق فبقفل المطعم وبروح أشتغل في البنك. شباب طب ما اشتغلت في البنك يا شباب، مستحيل أسرق يا شباب، أنا أسرق، أعوذ بالله من السرقة، أعوذ بالله من السرقة يا رجل، السرقة بس حرام حرام. صراحة اركب 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 بسرعة، خذ الفلوس افكر فيش اخذ الفلوس، انقذ انقذ بسرعة، لا مهم انا اكفوك بسرعة، المخبأ المخبأ. شوفوا يا شباب، تحسبون خطف الاطفال يا شباب شي كذا ما يفيد، اللي يفيد اللي يقول انه ما يفيد والله لا ادخل مسدس في امه. طيب يا شباب، فتخطف الطفل، تبيع كليته، تبيع اعضاء جسمه، وما ادري ايش يا شباب، تحصل فلوس يا شباب. يا شباب طيروني مليخ، طيروني مليخ الحكومة يا شباب، طيروني يا شباب، ويبون يفتكون مني، يحسبون انهم بيثرون فيه وما يندرون علي.
أنا مواطن طبيعي، مواطن طبيعي يا شرطة، مواطن طبيعي، مستحيل أسوي مشاكل في العالم، مستحيل. الحين راح أخطف الأطفال، أبيع كليتهم. الكلية يا شباب أتوقع تسوى 126,000، شيء زي كذا. فببيع الكليتين أربح 254,000، لا 252,000 صح؟ والله ما أدري، حسبتها كذا على طول. أوكي شباب، ما في أحد في المستشفى. اسم الله، وانا اخذ. يا تحسبوني تنمر على الفئة السماء؟ والله لا اخذ هموم الناس، والله لا اخذ هموم الناس. بروح ابيعهم عشان اجيب الماني. شوف يا شباب، شوي يا شباب وتحصلوني غني. 3 2 1 موني. ينزع موني يمين، نبغى فلوس فلوس فلوس. مين نبي وجاني خذ فلوس. لا نسيت الفلوس حقتي انا، والله ما اوزعها، لازم اكون واحد بخيل. طبعا يا شباب بروح المركز الشرطة بشتغل شرطة يا شباب، انا احسن ضابط يا شباب في العالم يا شباب، بروح اشتغل في الشرطة. تحسبني بكمل؟ لا لازم الجزء يكون مدته 5 دقائق، 6 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق، 10 دقائق كذا، ما تتعدى 15. عشان في واحد اسمه صالح احمد مغربي، ما راح اقول اسمه اني اسمه صالح احمد مغربي، ما راح اقول اسمه. هو يقول لي نزل كذا مقاطع طويل، فانا عشان كذا بنزل مقاطع قصيره.